ومتابعين أكيد بيصبحنا وأولى فقراتنا راح نروح فيها مع عالم النفس. كثيرا ما نسمع عن مرض الذهان، ومن المعروف أنه هو اضطراب نفسي يسبب أشكالا شاذة من التصور والتفكير، إذ يتصور المصاب الواقع وبيفسره بطريقة مختلفة عن الناس من حوله. ويمكن أن يعاني مريض الذهان من الهوس أو الأوهام أو التفكير غير المنظم، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على أفكاره وسلوكه. رح نتعرف أكثر عن مرض الذهان ومن يصيب مع الدكتور راغد هارون، اختصاص طب نفسي. صباح الخير دكتور. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. يعني بالبداية كنا عم نسألك تحت الهواء، الذهان أول مرة بنسمع بهذا المرض، ولكن أعراضه يمكن مألوفة شوي، خلينا نتعرف على هذا المرض بشكل عام. صحيح، يمكن حضرتك أو جميع الأخوة المشاهدين إذا سألناهم الاكتئاب ممكن يعطونا بعض الأعراض لأنه أريانين شوي عنه، أو ممكن عندهم معرفة فيه. القلق ممكن يتحدثوا شوي عنه، الوسواس وغيرها من الاضطرابات النفسية، ولكن الذهان فعلا هو شيء غامض أو يعني مفهوم غامض عند، أو هو غير منتشر يمكن، لا أو غير متداول هذا المصطلح. لا، هو هذا المصطلح المتداول، ولكن حتى بالنسبة لانتشاره أيضا منتشر، ولكن استخدام الكلمة قليل لأنه الكلمة غامضة ليست مثل كلمة اكتئاب أو قلق. فالذهان مثل ما تفضلتي فعلا بالتقديم، يعني هو مجموعة من أو عملية اضطراب بتفكير الشخص بتؤدي إلى اضطراب بسلوكه. لذلك الشخص الذهاني هو شخص مضطرب السلوك، مضطرب التفكير، مضطرب الكلام، مضطرب بتأويله لسلوكيات الآخرين. مثلا أنا يا دكتور بمشي بالشارع بحس الكل عم يتحدث عني، في شخص أشار بإيده بهالشكل إلى دلالاته، دائما عنده مس انتربريتيشن، سوء تأويل لتصرفات الآخرين. إذن الذهان هو عالم آخر غير العالم الحقيقي بيعيش فيه المريض ضمن مجموعة من الأفكار أو الاضطرابات بأفكاره، والتي يتأتى عنها مجموعة من الاضطرابات بسلوكياته تجاه الآخرين. هذا هو الذهان. الذهان هو عالم جديد يعيش فيه الإنسان تحت وطأة أفكار جديدة مضطربة وسلوكيات مضطربة وكل نظام حياته مضطرب حقيقة. نعم دكتور، رح نتعمق أكثر بمرض الذهان، ولكن أيمت المريض، يمكن أي حدا مريض بيكون خجول، بيكون أو اللي بيعرف إذا عنده مصاب بعلة نفسية هو بيعرف بيخجل، فممكن التساؤلات هي تنطرح على الناس القريبة منه، مثل ما قلنا مثلا أنه هذا الزلمي هو عم يحكي علي، بيقوله هاي الشعور بيقوله. نعم. ولا بده وقت لحتى يعترف ويقوله ويسأل هاي الأسئلة للمجتمع؟ تمام، فعلا سؤال دقيق، يعني أنه إيمت هو ممكن يسأل عن هذا الموضوع أو يعبر عنه. هلأ بغالبية الحالات فعلا هو بيضل طي الكتمان إلى أن نوصل لمرحلة من إزعاجه بطلب العلاج، إزعاجه بطلب العلاج من قبل الأهل أو من قبل المقربين منه، لحتى يقلنا أنه أنا بشعر أنه مو أنه أنا بشعر، كانوا عم يحكوا علي، لأنه هو قيد العلاج لسه ما رجع لبصيرته وصار يعرف أنه هذا مجرد اضطراب بالتفكير وليس حقيقة، مجرد وهم. فهو بيقلنا أنه كنتوا عم تحكوا علي بالفترة الفلانية وعملتوا كذا وكذا، وكان قصدكم المقصد الفلاني، وإلى آخره من الاضطرابات الفكرية واضطرابات تأويل المحيط، إلى أن يعني يصل إلى مرحلة الاستبصار بعد العلاج، وبيرجع بذاكرته لهالتصرفات وبيعرف أنه ما حدا كان قصده شيء نهائيا، وإنما هو سلوك طبيعي بالحياة. هو بيكون بيعرف أنه مريض؟ المريض يعني بيكون بيعرف أنه مريض؟ تحديدا المريض الذهاني هو مريض غير مستبصر بمرضه، بمعنى أنه لا يعرف أنه مريض وبحاجة علاج
وهذا العلاج بده أدوية، وهذه الأدوية هي أدوية عصبية ونفسية وعقلية. تحديداً المريض الذهاني هو مريض لا يعرف نفسه ولا يعترف بأنه مريض، بل يعترف بأنه كل اللي عم يفسره هي حقائق في المجتمع، ولكن لا أحد عم يستطيع يفسرها أو أنه يلاحظها سوى هو، إما لخصوصية خاصة فيه، مقدرة خاصة فيه خارقة، أو لأنه هو الوحيد اللي عم يلاحظ الموضوع لأنه مستهدف أو مستقصد بهالتصرفات. معناته دكتور هون احنا عم نحكي عن دور المحيط بهذا المريض لحتى يقدروا يكتشفوا المرض. صحيح. كونه نحن عم نحكي عن حالات هي باللاوعي تبعه، كيف ممكن الواحد يلحظ هذا المرض على بعض الأشخاص إذا مثلا لا سمح الله محاطين حوالينا؟ صحيح. للأمانة الاضطرابات الذهانية هي من أكثر الاضطرابات ملاحظة من قبل المحيط، فالأهل أو الأسرة هي أول فريق بيلاحظ اضطراب الذهاني عند أبنائه، من خلال اضطراب سلوكه، من خلال نوبات الهياج والعدوانية، لأنه نحن قلنا بيضطرب التفكير، وبناء على اضطراب التفكير بيصير في اضطراب بالسلوك. صار ابني عدواني أكثر يا دكتور، صار عم يكسر أكثر. طبعاً إذا استبعدنا الأسباب الأخرى ممكن تحدث هالأمور، مثل سوء استخدام المواد، وسبق وتحدثنا أنه أيضاً بتغير سلوكه، وبيكونوا الأهل هن أول الملاحظين، فسلوكه بيتغير، بيصير عدواني تجاه بعض أفراد الأسرة، بيصير عدواني تجاه بعض المقربين، بيصير عدواني تجاه بعض الجيران، و ممكن يكون بيعبر لفظيا عن الشيء اللي عم يفكر فيه هو. غالبا بيضل طي كتمانه، لانه هو مؤمن انه ما حدا رح يصدقه، فسلوكه يتبدل. تصوري انه بعض السلوكيات ممكن تظهر لاول مره بحادث تاريخي، مثلا ب 1982 الشخص الذي حاول اغتيال الرئيس الامريكي رونالد ريغان هو مريض فصامي، هو مريض فصام وأصابه ولكن لم يقتله، وألقي القبض عليه وتم فحصه وامتثل أمام القضاء، وتخيلي أنه هيئة المحلفين أقرت بأنه not guilty، غير مذنب، لأنه مريض ووضع في مشفى القديسة إليزابيث في واشنطن إلى حين الشفاء أو إلى حين العلاج. الذي حاول اغتيال البابا يوحنا بولس الثاني في اسطنبول أيضا مريض يعاني من ديليوجينال ديسوردر، اضطراب توهمي، وهو أحد أنواع اضطرابات الذهان، وهو اضطراب خطير، حاول اغتياله وأصابه ولكن أيضا لم يقتله، و صار في مصالحة بيناتهم، إجا البابا زاروا بعد سنتين و طيب دكتور نحن عم نحكي أحداث هي أكثر إجرامية أو هي أكثر سلوكيات مضطربة أكثر، صحيح، سلوكيات صحيح عنف، فعم نحكي صحيح. طيب يعني على أي أساس بيصير يعني الشخص المريض صحيح بيتخيل وبينفذ، ما في شيء بيردعه خلص يعني بينشل كاملة عنده، بينشل عنده كاملة أي تفكير؟ كلامك صحيح. هناك كثير من الحالات حقيقة اللي بيشتغل بمجالنا بيعرفها، واللي ما بيشتغل فيه حقيقة بتضل مثل كأنه شيء قصة من الخيال. هناك كثير من حالات القتل اللي بتصير نتيجة الذهان، مثلا مريض فصام ما عم ياخذ علاجه، عنده شكوك دائمة بزوجته بأنه هي عم تخونه، أو هي على علاقة مع أشخاص آخرين، وهذا شيء بنسميه الجيلوسي ديليوجن أو توهمات الغيرة، موجودة عنده أو عند مريض الكحولي اللي عنده إدمان على الكحول. فهو مقتنع بهي الفكرة وعم يفسر كل تصرفاته، حتى إذا عم تحكي بعرفي إتها وكانت قاعدة معه واتجهت باتجاه المطبخ لحتى تتحدث معه وتتابع عمله بالمطبخ، بيعتقد انه هذا العمل هو لحتى تحكي مع الشخص اللي بتحبه وبعدت عنه. دائما عنده سوء تأويل، سوء تفسير لتصرفات زوجته، الى الوقت اللي بيقتنع بانه تستحق الموت وبيقتلها.
بيقوم بفعل يعني يعبر هذا الحاجز ويقوم بالقتل. دكتور عم نحكي عن سلوك عدواني كثير خطير، طب خلينا نحكي مين الفئات المعرضة اليوم للإصابة بهذا المرض، بيختلف بين الجنسين كمان؟ صحيح، للأمانة الاضطراب الذهاني بالنسبة للأعمار معرضين نحن للإصابة فيه منذ الطفولة وحتى الشيخوخة، ولكن له ذروة حدوثه هي سن الشباب للأسف بين 25 و30 سنة. هناك ذهان مبكر ممكن يكون بعمر 10 سنين 12 سنة بسن المراهقة، وهناك ذهان متأخر ممكن يكون بعمر 60 و70 و80، بيكون مرافق للاحتشاءات الدماغية اللي عم تحدث، مرافق للتبدلات التشريحية اللي عم تحدث على دماغ هالإنسان، وبالتالي بيرافق الديمنشيا أو العتة والخرف، وبيكون في بعض التصرفات الذهانية من شكوك، من اضطرابات سلوكية، من اعتقادات خاطئة غير موجودة أصلاً عند هذا الشخص، ولكن الذروة بتكون بعمر 25 ل30 سنة عند الشباب، هو مرض الشباب تقريباً، لذلك هو يعني بمجتمعنا نسبة منيحة؟ هلأ للأمانة النسب العالمية واحدة بكل الدنيا، يعني نسبة لنتحدث عن الفصام كونه منسمع فيه كتير أو منسميه انفصام شخصية، وبدنا من اليوم ورايح ننسى هالتسمية، نسميه الفصام هيك تسميته، نسبته 1% من السكان تخيلي بأي مكان بالعالم. يعني نحن إذا 20 مليون في عنا 200,000 مريض فصامي، قديش بدهم خدمة نفسية ومراكز وأدوية ورعاية لحتى، وفعلا الأهل عم يقوموا بهالدور بالتعامل مع الطبيب والمساعدة من خلال بعضنا البعض لإعطاء أفضل ما يمكن إعطائه ضمن ظروفنا لهالمريض. مشان هيك يعني لازم مثل هيك مواضيع تكون أكثر توعية، وخاصة للأهالي يلي عندهم ما عندهم خبرة بشو بيعاني ابنهم. دكتور نحن بس خلينا هيك نرجع شوي ونحكي، إذا لاحظنا نحن على ابنا بعض الاضطرابات السلوكية قبل ما يصير ذهان، نحن بنقدر نلحقه بالبداية؟ كلامك صحيح وجميل. كيف فينا نلاحظ؟ شو فينا نعمل نحن كأهل قبل ما نلجأ للطبيب؟ طبعا هو الطبيب هو كل شيء، ومن بعد يمكن التشخيص الصحيح قابل لحتى يشفى المريض صحيح. او لا صحيح للأمانة فعلا هو يعني هو سؤالك هو هدفنا من السايكو اديوكيشن اللي عم نعمله او التثقيف النفسي اللي هو الكشف المبكر. دائما المرض سيظهر شئنا ام ابينا، مثلا لا سمح الله سرطان الثدي اذا كان في عنده اصابه وراثيه ومثبته سيظهر، ولكن يجب ان تكشفه بشكل مبكر. نفس الشيء هون في عندنا شيء بنسميه البرودرومال سيمتوم او الاعراض البادريه، قبل ما يتحول ابننا لهذا الشكل من الاضطراب السلوكي، وقبل ما الزوجه لا سمح الله يصير فيها اذيه من زوجها اللي توهم انه هي على مثلا علاقة مع غيره كوهم زوراني، بيكون في مجموعة اضطرابات لازم ناخدهم بعين الاعتبار لحتى نعالج بهاي الفترة قبل ما ننتقل لمرحلة الخطر بالاضطراب. حتما الذهان أو هالاضطرابات السلوكية الشديدة ما بتظهر بشكل مفاجئ، تدريجياً بتتطور من خلال إهمالنا أو عدم اكترافنا أو تفسيراتنا الشخصية لهالاضطرابات السلوكية. أحياناً نعمل تفسيرات شخصية ومنضيع عن الحقيقة بس من أجل أنه ما نروح لعند طبيب أمراض نفسية، أو من أجل ما نسأل سؤال عن ابننا أو عن زوجنا أو عن أي شخص بهمنا. فبهي الفترة السؤال والعلاج مهم جدا. السلوك قبل ما يصير عدواني تجاه الأهل هذا الشخص، قبل ما يصير انعزالي وما عاد بده يعيش بالبيت وبيروح ممكن يعيش بأي مكان، ممكن يروح يعيش بالغابة إذا يعني كان
بلاد أخرى أو بالشارع أو بأي مكان في أعراض بتظهر قبل، من تراجع بدراسته، من تراجع بعلاقته مع الأهل. لازم نكون بهي الفترة يقظين جدا ونحاول نسأله، نستمع له. ونحن دائما من إذا بتلاحظوا من نبه على موضوع نسمع أبنائنا، نسألهم، نستوضح منهم. الاستيضاح هو محاولة فهم أفكارهم أو ما يجول في رأسهم من أفكار، وبالتالي نقدر نتنبه مبكراً إلى أنه فعلاً ابننا مضطرب وبحاجة طبيب. منكون ريحنا وريحنا الطبيب بالعلاج وريحنا حالنا من الكومبليكيشن أو اختلاطات هالاضطراب إذا ما تطور. فهي هي النقطة المهمة وهي هي الهدف بصراحة، أنه نعرف الاضطرابات البادرية للاضطراب الذهاني أو اشتداد الاضطراب الذهاني بعد أن يظهر. يمكن لها ثقافة زيارة الدكتور أنا كتير واردة عنا بالمجتمع، أو لو صارت في نوع من الخجل، بينما بنلاقيها بدول تانية أنه لا، هي نوع من الثقافة فينا نقول الحياتية العادية. خلينا نحكي عن العلاج اليوم. مريض الذهان ممكن يشفى بشكل تام؟ شو العلاج بيكون؟ شو خطواته بحال ممكن يصير نكسات لبعدين؟ صحيح. طبعا العلاج ناجح جدا 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 ومريح جدا للمريض، خاصة إذا تم اكتشافه بفترات مبكرة. طبعا بهمنا بالبداية التشخيص الدقيق. نحن متى ما شخصنا بدأنا بالعلاج الدوائي، والعلاج الدوائي بهي الأيام بعد هالتطور الكبير اللي حدث به معرفة أسباب الأمراض النفسية وتشخيص الأمراض النفسية والأدوية الحديثة النفسية والعصبية، أصبح العلاج سهل جدا، وأصبح المريض ما يعاني من تأثيرات جانبية لا سمح الله مزعجة له من خلال الأدوية، واللي هي أكثر شيء بصراحة بتخليه أنه ما يحب الدواء، ما يحب أنه يستمر عليه. فالعلاج ناجح جدا. في عنا بعض الحالات رغم أنه العلاج ناجح جدا، في عنا بعض الحالات اللي بتكون ريزيستنت معندي أو مقاومة على العلاج، ممكن نستخدم للإي سي تي أو الالكتروكونفولسايف ثيرابي، العلاج بالتخليج الكهربائي من خلال جهاز متطور جدا أيضا بيقوم بنفس عمل الدواء، ولكن سرعة نتائجه كتير كبيرة وبيحسن من استجابة المريض للأدوية وبالتالي من تحسن حالته. فالعلاج موجود. طبعا بالنسبة لكلمة الشفاء لنوضحها، الشفاء تعني أنه الشخص يرجع طبيعي 100% من دون ما يستمر بعلاج. أنا عالجته فترة مثلا 6 أشهر سنة وقطعت الدواء، هذا هو الشفاء. الشفاء يعني أنا شفيت وما عاد أخذت علاج، غير أنه التحسن. التحسن أنا تحسنت واعتدلت و الدواء عم أخده بشكل منتظم. فالشفاء هناك حالات شفاء كبيرة حقيقة، ولكن أيضا هناك حالات إزمان بحاجة لدواء لفترات طويلة من السنين، 5 سنوات 10 سنوات بشكل متواصل لحتى ممكن نوصل للانتهاء من الدواء، أو أحيانا مدى الحياة. يعني 100% العلاج هو دوائي. نحن ببعض الأمراض النفسية نلجأ إلى العلاج النفسي بمساعدة البيت، بمساعدة المجتمع، وطبعا الدور الأكبر هو للطبيب. ولكن العلاج هو 100% دوائي بالاضطرابات الذهانية تماما 100%. هي أكثر الاضطرابات بحاجة للعلاج الدوائي لأنه سببها معروف بما يتعلق بناقل عصبي الدوبامين و فرط نشاطه وفرط فاعليته في الدماغ. لذلك علاجه بشكل أساسي دوائي ولازم يكون سريع، لأنه نحن عم نسيطر على شخص، بدنا نسيطر أو بدنا نحاول نحقق مساعدة لشخص مضطرب بأفكاره ورافض للعلاج. لذلك
احيانا بيكون العلاج مكثف والعلاج سريع قبل ما نبلش باي انواع اخرى من العلاج مثل العلاجات السلوكيه والعلاجات المعرفيه السلوكيه بعد ما يصير مستبصر بمرضه وقادر على تفهم حالته المرضيه. خلال الدواء رح يكون في رده فعل ممكن تكون غير متوقعه ونحن عم نعطيه الادويه من المريض. للامانه اذا هناك العديد من الحالات يلي ممكن ما نقدر نسيطر عليها دوائيا بسبب عدم قدرة الأهل على التعاون أو عدم قدرة الكادر الطبي على التعاون، لذلك بتلاقي رفض الدواء وتجنبنا كلياتنا وصرنا ما نقدر نشوفه أو نلاقيه لحتى نقدر نقدم له المساعدة، وممكن أنه يأذينا أو يعتقد أو يضل معتقد كونه مريض أنه كان قصدنا نأذيه ونموته بهي الأدوية اللي عم نعطيها وليس أنه نساعده. يعني ما فهم سلوكنا بأنه هو مساعدة له رغم كل صياحنا له أنه نحن هدفنا أنه نساعدك، ولكن طريقته بالتفكير لازم نتفهم هاي النقطة مختلفة تماماً عن ما نحن كيف عم نفكر. لا نعتقد أنه هو عم نفكر مثلنا، هو كل حركة عم نعملها إلى تفسيرات وتأويلات مختلفة عنا. نحن لأنه طبيعيين عم نفكر بهالشكل الطبيعي، هو مختلف، بدنا نتفاهم هالموضوع لنعرف كل حركة وكل كلمة بيلفظها أو كل حركة بيأتي فيها ليش عملها، وما نتضايق منه، ما نزعل منه، ما أبدا نبدي أي غضب منه، فقط نضل مستمرين بمد يد المساعدة له إلى أن يخرج من دوامة اضطراب التفكير اللي هو عايش فيه. دكتور، يعني بالختام بدنا نشكرك كثير على كل المعلومات القيمة اللي قدمت لنا اياها وتعرفنا على مرض هو يمكن ما انه كثير شائع بين الناس ولكن على ما يبدو اخطاره كثير كبيرة واعراضه. شكرا كثير لك دكتور. شكرا كثير لك دكتور راغد هارون اخصائي نفسي. شكرا كثير لك. شكرا لكم. سعد صباحك.